السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي معانا ده راديو ناشونال باناسونيك صانع في اليابان، الموديل بتاعه ار شارتر 430 دي دي. ار شارتر 430 دي دي صانع في اليابان، عبارة عن راديو اي ام و اس دبليو، بيشتغل بالكهرباء والحجارة. أول مرة يجينا في القناة، لونه بيج اهوت، صانع في اليابان. ونشوف مع بعض. This radio is national Panasonic model R dash 430 DD made in Japan AM and SW. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله يكون عجب حضراتكم. ده راديو ناشونال، اول مره يجينا في القناه، حاله ممتازه جدا. الراديو موديل ار شارتر 430 دي دي، لونه بيج اهوت. ان شاء الله الفيديو يكون عجب حضراتكم، نتقابل في فيديو جديد. شكرا.